حاليا عايزين نعمل ايه؟ نعمل امبورت للموديل بتاعنا، تمام، بس بطريقه افضل من اللي احنا عملناها دي عشان تاكد. حلو، نعمل بقى الاحمال بتاعتنا ونظبط كل حاجه. فانا هروح قايل له كده فايل، وبعدين اروح قايل له امبورت اوتوكاد دي اكس اف فايل، واجيب الدي اكس اف بتاعي واقول له البلان اللي انا عمودي عليه هيبقى زد، او المحور العمودي عليه زد، والوحدات طن ومتر وسليزيوس. لو سمحت ما تجيش تعمل اللي احنا عملناه المره اللي فاتت. اللي عملناه المره اللي فاتت ده بس كان عشان اللي تشيك من، او مش اكتر، ولكن هنا المفروض نستورد كل حاجه لوحدها. يعني انا هاجي استورد الاعمده واروح قايل له اوكي، فكده هنبقى جاوبنا على السؤال اللي باشمهندس كانت بتساله. يا باشمهندس، هو المفروض ان الاعمده ظهرت ازاي؟ فهو محدد لي النقط مباشره. فانا هقدر اعمل ايه؟ اساين جوين ريسترين، واروح اعمل له ايه؟ هنج، واقول له اوكي. حلو، ده البلان او المنظر بتاعه. في حاجه صعبه؟ في حاجه صعبه. طيب ليه بنعمل كده؟ طب يا باشمهندس العمود ده انا كنت عايزه هنا، بس هي مش فارقه معايا حاجه، يعني مش فارقه معايا حاجه من هنا لهنا يعني. حلو الكلام، ولكن لو انت عايزه هنا هقول لك طريقه تعدله بيها هنا، ما فيهاش مشكله دي. تمام. طيب بعد كده انا المفروض ان انا هصمم مشروع كامل على برنامج الساب، وبالتالي هيجي لنا مرحله ان احنا هنحتاج نخرج الرياكشن بتاع الاعمده. طب البرنامج بيخرج الرياكشن بتاع الاعمده ازاي؟ ممكن تطلعهم كرياكشن هنا وتظهرهم قدامك، بس دي طريقه مش يعني مش هتسعفنا في الشغل. طب احنا عايزين نعمل ايه؟ انا عايز اخرجه، تمام، على برنامج مثلا الاكسل، بيبدا يرقم النقط كلها اللي قدام حضرتك، وبعد ما يرقم النقط اللي قدام حضرتك يقول لك كل نقطه الرياكشن بتاعها بكام. فكل اللي هنعمله ان احنا بقى ناخدهم نعملهم بقى نحطهم في شيت اكسل ولا نتصرف فيهم نصممهم يعني. طيب فانا عشان اعرف اسم كل عمود ايه، فاجي كده من السيت ديسبلاي اوبشن، واجي على الجوينت اقول له هات لي مين الليبلز، واقول له ايه اوكي. فهتلاقي كده الترقيم بتاع كل عمود ظاهر قدامك، ولو الارقام صغيره ممكن من اوبشن دايمنشن توليرانس واخلي الماكسيمم فونت سايز بكام، ب 12 مثلا، والمينيمم فونت سايز ب 10، اي رقمين كبار بس شويه. ماشي. هل ينفع نغير ترقيم الحاجات دي؟ ملوش لازمه ابدا ان احنا نعمل كده، ولكن هي بتتعمل يعني. يعني لو احنا عندنا القصه دي فاحنا نقدر نغير. اقدر اخد دي كده، تمام، واروح قايل اديت تشينج ليبل، حضرتك عايزه ترتبي في انهي اتجاه؟ انا هسميهم بدل ما هم اسمهم كده هسميهم سي، تمام، واقول له خليهم يترتبوا في اتجاه مين؟ اكس. فهم مكتوبين 1 12 13 14 15 16 كده، فاحنا المفروض نعدل تسميتهم، فهو هيعدلهم كده. هل انت عايزه تعدلي تسميتهم كده، ولا عايزه تكتبيها سي 1 2 3؟ عايز اعملها سي 1 2 3. خش على اديت اوتو ريليبل اول ان ليست، واروح قايل له ايه؟ اوكي 1 2 3 4 5، صف صف كده بقى. حلو، اديت. انا هاخدها سكرين شوت واخليها عندي. يعني ما انا بقولك انا ممكن اخدها سكرين شوت وممكن نحط لها بقى برنامج نتصرف يعني. يعني انا مش شايف بصراحه من دي ميزه يعني، ولكن ادينا بنرتبهم عشان ايه؟ نبقى 100 100. هتبدا بقى تاخدهم كده صف صف. ينفع اخدهم كل الصفوف يعني مع بعض؟ ينفع تاخدهم كل الصفوف مع بعض. اوتو ريليبل اول ان ليست، وبعدين تروح قايل له ايه؟ اوكي. وبعد كده مثلا اخد دول اديت تشينج ليبل اوتو ريليبل اول ان ليست، واروح قايل له ايه؟ اوكي. وبعد كده اديت تشينج ليبل اوتو ريليبل اول ان ليست، واروح قايل له ايه؟ اوكي. فيبدا يرتب لك كل العمدان زي ما انت عايز. حلو الكلام. هو كده انت خلاص عرفت ترتيب العمدان. لو انت حابب ان هو ترتبهم كده، فممكن كمان تاخدهم تحتفظ بيهم بره عندك في الفايل بتاع المشروع. وهستاذنك ان انت لما تروح البيت وتبدا تشتغل، تمام، كل حاجه تعملها على برنامج الساب تاخد لي منها سكرين شوت كده وتخليها عندك، عشان دي هنستخدمها في حاجه اسمها النوتة الحسابيه في اخر محاضره نشرحها، تمام. فلو سمحت سميهم عندك كده، عشان لما اقول لك دول هنستخدمهم في النوتة الحسابيه تفتحش البرنامج تقعد تاخد بقى كل القصه دي. ماشي. طيب الخطوه اللي بعد كده المفروض ان انا استقبل بين هندسه الكاميرا. طب الكاميرات دي استقبلها ازاي؟ المفروض اعرف لها ماتيريال الاول، فاقوم داخل على الماتيريال واروح قايل له موديفاي، واخلي دي مثلا 250 والجاما كونكريت ب 2
ونص 2.2 × 10^6 ده اليونجست مودلس. والاف سي داش قلنا ب 2000 لو انت حابب تغيرها، ولو مش حابب تغيرها فهي مش هتاثر معايا في اي حاجه. بعد كده اديفاين كمان سيكشن فريم سيكشن، اعرف قطاعات الكاميرات كونكريت ريكتانجل. كان عندي كاميرا 25 × 70 يبقى الدبس بتاعها 0.7 والويتس بتاعها 0.25 واقول له اوكي. ونعمل واحده كمان اللي هي كانت 12 × 70 يبقى الدبس بتاعها 0.7 والويتس بتاعها 25 واقول له اوكي. انا اسف 12 واقول له ايه اوكي. اوكي شكرا يا هندسه. بعد كده ديفاين سيكشن اريا سيكشن، ونروح قايلين له اد نيو. عندي بلاطتين، كانت البلاطه الفلات سلاب كانت 20 سنتي يبقى بخليها شيل سن، والبندنج والممبرين بكام؟ ب 20 سنتي. وبعد كده اد نيو تاني 14 سنتي تمام، والبندنج والممبرين دي 14 ودي كام؟ 14. دول عشان تهبيط بلاطات مين؟ الحمامات. بعد كده ابدا استورد تاني يا باشمهندس. فايل امبورت اوتوكاد دي اكس اف فايل، وادي دي اكس اف، واقول له اوبن واقول له اوكي. واجي على الفريم اختار الزيرو بيم واقول له اوكي. فجاب لي كل الكاميرات عايز اخصص لها قطاع، فبروح قايل له اساين فريم فريم سيكشن. كل الكاميرات كانت 12 × 70 وقلت له ابلاي، بس اللي جوه دول كانوا كام؟ دي ودي ودي، المفروض ان هم كانوا يبقوا 25 × 70، فقمت مخصص لهم 25 × 70. فيها حاجه صعبه دي؟ في حاجه مش مفهومه؟ تمام. وممكن برضو يعني ان انت تختار كده وتقول له ايديت وايديت لاين، وتقول له ديفايد فريم، تقول له برضو بريك عند الانترسكشن. طب دي هستفاد منها ايه؟ انا الكاميرا دي في الساب كنت راسمها حته واحده، دلوقتي بقت حتتين، عشان لو قابلتني مثلا افرض انا قررت اشيل السلم على الكاميرتين دول، فلما كنت هاجي اختارهم كان ايه اللي هيحصل؟ اختار الكاميرا كلها، لا انا كان السلم متشال على الكاميرتين دول بس، انما دول بتوع المنور، فبرضه العمليه دي تسهل عليا. كده العمليه متظبطه. في حد عنده مشاكل؟ استقبل بعد كده اروح قايل له فايل اعمل ايه؟ لا لسه واحده واحده. فايل امبورت اوتوكاد دي اكس اف، وادي الدي اكس اف، واروح قايل له اوبن واروح قايل له اوكي. واجي على الشيل واقول له زيرو سلاب واقول له اوكي. طيب دوس بقى على الاندي فورمت شيب، فتلاقي ان انت برضو حتى لو دوست على الاندي فورمت شيب كل النقط ظاهره كده. تعالى من السيت ديسبلاي اوبشن شيل بس مين؟ الليبل كده. اه كده ده كلام جميل. كان عندك انت مشكله، انا لو 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 فاكر يعني مشكله كانت في العمود ده، فاكرين انت كنت بتقول لي المفروض البلانس متريك العمود يبقى هنا، صح الكلام؟ فانت بمنتهى البساطه تيجي تقول له اساين جوين ريسترين، ونخلي النقطه دي ايه؟ فري، واخلي النقطه دي ايه؟ اساين جوين ريسترين، واخلي النقطه دي هي اللي ايه؟ الهنج. طيب حاجه ثانيه، الباشمهندس مثلا جه سالني قال لي طب هل دول ليهم لازمه؟ يا سيدي انت لو مش عايزهم ممكن تعمل فيهم ايه؟ امسحهم، جايين زياده خلاص امسحهم. طب وهنا يا باشمهندس هم كمان امسحهم، ما تمسحش دي عشان الكاميرا. اهو جايين زياده في الدي اكس اف، ولا يهمنا ولا ياثر معانا في اي حاجه، اختارهم كده وامسحهم. فيها حاجه كده صعبه. الملحوظه الثانيه، ازاي اعمل بلاطات الحمام؟ طب مش انت حضرتك عارف ان بلاطه الحمام اللي هي كانت هنا، صح الكلام؟ والمفروض ان كان السمك بتاعها كان كام؟ 14. نفس ما عملنا في الكاميرات، اساين فريم اريا اريا سيكشن، واديها السيكشن اللي هو ال 14 سنتي. وكان فين الحمامات تاني؟ الحمامات تاني خلي بالك، المفروض الحمامات تاني كان هنا من عند العمود. تعال نجيبها من الاوتوكاد عشان لو ناسيين ولا حاجه، رجع بس كده لير بريفيوس، كنا احنا رسمينها مع بعض اهي، من عند العمود ده تمام، كانت متر ونص في 3 متر. ده مين؟ البلاطه بتاعه الحمام. فممكن بمنتهى السهوله، احنا قلنا عند العمود ده ولا اللي تحت؟ عند العمود ده. متر ونص يعني كام شل؟ ودول 2 4 6، وزيهم ايه يا باشمهندس؟ الناحيه الثانيه 3 4 6.
واروح رايح قايل له assign area section، واروح قايل له هات لي كام 14 سنتي كده. الحمد لله كل البلاطات اخدت القطاع بتاعها، ولا في حاجه باقيه؟ احنا نسينا نعمل دي. دي المفروض مش area section واحد، دي المفروض تاخد 20 سنتي. هادي بقى موضوع صعب بقى، ركز بقى كده معايا. انا عشان اعملها دلوقتي كنت يعني كان الاسهل المفروض كنت اعمل ايه من البدايه، اختار كله واعمل وبعد كده كنت اغير دول. طب دلوقتي انا هعمل ايه بالظبط؟ من سيلكت، ممكن اجي من سيلكت كده، سيلكت اختار بالبروبرتيز بالاريا سيكشن، يبقى سيلكت سيلكت بالبروبرتيز بالاريا سيكشن. طب ده هيخليني اقدر اعمل ايه؟ هيقدر تخليك من هنا كده واقول له اختار لي اللي اسمهم مين اريا سيكشن فقط، اعمل لهم سيلكت كده فراح محددهم بالظبط، واروح رايح اساين اريا سيكشن واروح مديهم سيكشن كام 20 كده. تمام ولا مش تمام؟ اهو بص حتى عند الحتة دي ادي 20 وادي ال 14 كده. انا اتأكدت ان الشكل بتاعي كله تمام وكله معمول زي الفل. ممكن بقى اعمل اكسترود واروح قايل له ايه اوكي كده زي الفل. ولو انت حابب يعني ان انت تبقى اللي هو الناس الروشه يعني من جنرال اوبشن كده، قول له زوروا لي مين بالسكاش هيعمل لك بقى الحركه الروشه دي. دي البلاطه بكام ودي البلاطه بكام؟ ادي الكاميرات ال 12 ادي الكاميرات ال 5. روش بقى كده وتاخد دي سكرين شوت، ويبقى انت كده ايه اتاكدت ان البلان بتاعك معمول صح. صعبه صعبه العمليه؟ في حاجة من اللي أنا بقولها مش واضحة محتاجة أعيدها تاني؟ سيلكت 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 بالبروبرتيز بالاريا سيكشن خلاص، ونختار الاريا سيكشن اللي احنا عايزينها فيبدأ يختار. نرجع بقى كده نشيل بقى الروشنة دي. دي ما قلناهاش لسه، خلينا نقولها خلينا نقولها. بص كده يا باشمهندس، انا بس في بعض الاسئله يعني لو ممكن اجي اقولها بوظ الموديل يعني. طب هنسيب الموديل ده زي ما هو، عشان المره اللي فاتت او المجموعات اللي فاتت حد سالني سؤال فجيت اعدل في الموديل باظ خالص. هنسيب الموديل زي ده هو. انا هاجي افترض مثلا ان انا عندي بلاطه حمام، فافتح اي موديل من ال هفتح اي موديل تمام قديم يعني، واوريك تهبيط البلاطه في الحمام في السوليد سلاب تتعمل ازاي، هقول لك تعمل ازاي بالظبط عشان تبقى عارف ما معنى كلمه تهبيط بلاطه في حمام سوليد سلاب يا باشمهندس. المعنى واضح وبسيط، ان انت عايز ان البلاطه دي تشتغل كسمبل. يعني ايه تشتغل كسمبل؟ ثانيه بس نجيب اي بلان نشتغل عليه. نعمل بس ده سيف عشان ايه ماشي ما طلعش صوره سلاب. اوكي ممكن يا باشمهندسه لو انا مثلا وليكن كان عندي الباكيه دي مثلا كلها على بعض من هنا لهنا كده، دي باكيه حمام حلو، وباكيه الحمام دي المفروض تتعمل سوليد سلاب كامله. ما معنى كلمه سوليد سلاب؟ ان الراجل لما يجي ياخد شريحه هنا كده يلاقي ان دي تشتغل سيمبل لوحدها ودي تشتغل سيمبل لوحدها، معناها ان المومنت هنا بكام؟ بصفر. فدي تتعمل ازاي؟ ليها طريقتين على البرنامج. الطريقه الاولانيه ان انا بحدد دول كده، حلو، واروح رايح على اساين اريا. في حاجه هنا كده في الاريا اسمها area stiffness modifier، area stiffness modifier، فاروح رايح على الاريا stiffness modifier دي. انتوا فاكرين كنا بنعمل لينك ممبر ازاي؟ هي زيها بالظبط كده، هي الريليز دي area stiffness modifier دي تقدر تعمل بيها القصه دي. اروح داخل عليها يا باشمهندس واقول له ان البندنج مومنت واحد واحد ده بكام؟ صفر. والبندنج مومنت 2 2 ده بكام؟ صفر. والبندنج مومنت 1 2 ده بكام؟ بصفر. وتروح قايل له اوكي، فراح كاتب لك عليهم ايه كلهم؟ ستيفنس موديفاير. ساعتها لما تيجي تحل تعمل الحل يعني بتاعك وتشوف النتيجه،
هتلاقي ان الجزئيه دي المومنت فيها بصفر. تعال نجرب. فقمت جاي هنا قلت له هات لي الشيل اعرض لي مومنت ايه، مومنت واحد واحد على الحاله الالتيميت. وقمت قايل له اوكي، لو حضرتك جيت قربت هنا كده على البلاطه دي هتلاقي ان المومنت فيها ماله نزل جدا عن القيمه اللي بتاعته. لو تفتكر دي كانت بلاطه فلات سلاق، يعني المفروض قيمه المومنت تبقى اكبر من كده بكتير، فهو بيقربها بقدر الامكان لمين؟ للصفر. طب انا عايزها صفر بالظبط، حضرتك لو عايزها صفر بالظبط افتكر، ايوه الله ينور عليك، افتكر اللينك ممبر. اللينك ممبر كنت بتصفر من ناحيه واحده ولا من ناحيتين؟ بدايه الضلع ونهايه الضلع اللي جنبه، صح؟ فدي برضو اللي انت لو عايز تعملها. انا ممكن افك الحل واجي فين البلاطه بتاعتنا، ممكن اجي افك الحل تاني واروح قايل له اوكي، واقف في الاكس والواي واعمل ايه؟ الشلات اللي جنبيها من الناحيه التانيه، الشلات اللي جنبيها كده من الناحيه التانيه اختارها بالمنظر ده كده، حلو. وبرضو اعمل لها نفس الكلام، assign area area stiffness modifier، واروح قايل له ايه؟ اوكي تمام. ساعتها لما بتيجي تعمل run بيعمل لك القصة اللي انت عايزها دي. اعمل رن كده واشوف المومنت ساعتها، هتلاقيه قلب بصفر خالص في المنطقة دي. هتلاقي خلاص بقى انت القيم قلت كمان، بص بقى كام، يعني 2 من 1000، 8 من 1000، خلاص كده انت خلاص داخل على صفار بقى خالص. ده الحل بتاع التهبيط. السؤال بقى، السؤال بس عشان السؤال ده مهم، انا لازم اعمل كده؟ افتكر لما جيت قلت لك او شرحت لك تهبيط البلاطات السوليد سلاب تمام، حلو، هل هيفرق معايا في القيم؟ يعني انا لو جيت حليت في المانوال حتى وخدت الباكيه دي باكيه كونتينوس، هل التسليح ده هيقل عن 5 في 10؟ هيقل، بس لو انت هتحط اقل من 5 في 10 فالحته دي ما تعملش، ما شرحتها لك بس ما تعملش، ما لهاش اي تاثير خالص في الحل، يعني دي ما لهاش اي تاثير. كده دي الباكيه دي هتسلح 5 في 10، عملت دي ما عملتيش دي هتستنى 5. ماشي. في حل تاني ليها، في حل تاني ليها برضو البرنامج، البرنامج عمله ان انت لو عندك مثلا برضو بلاطه سوليد سلاب وحابب ان انت تهبطها عن المنسوب اللي جنبها او ان هي تشتغل لوحدها، في حاجه اسمها الايدج ريليز، وده حل احسن بكتير من اللي احنا عملناه. فانا هروح رايح برضو مختار القصه دي، يعني اختار كده البلاطة بكل بقى اللي جنبها جوه وبره تمام. الحل ده بقى مفهوش صفر، يعني صفر اللي هو مفهوش هبل، يعني assign area section، ونختار من هنا حاجة اسمها edge release. فنقول له edge release ايه؟ اعمل لي edge release للاربع اركان بتوعي، اعمل لي edge release للاربع اركان بتوعي. حضرتك عايز تعمل edge release لمين؟ للمومنت والايه؟ والتورشن. كده هيطلع لك ايه؟ بص القيمه، انا كده بقول له ايه؟ المومنت والتورشن هنا بصفر، خلاص ما تفكرش انت فيه، اتفهمت؟ فساعتها لما بتقول له كده اوكي وتيجي بص كده بيكتب لك عليها ايه؟ ان الفور ايدجز بتاعتك مالها. وهنا كمان في ميزه، ما كانش لازم اعمل من ناحيتين، ممكن اعمل من ناحيه واحده، يعني انا مش لازم اعمل من ناحيتين، ممكن اختار اللي جوه بس. تعال نشوف الحل بتاعها ونقول له فبيظهر لك العلامه دي. فانت لو عايز تظهر بقى المومنت افتكر البلاطه اللي فوق دي كان ايه؟ يعني الحل اللي احنا عملناه وصلنا ل 5 من 100، هناك المفروض بقى ان هو مفيش الكلام ده، صفر. فمنتهي الموضوع بقى مع صفر، يعني صفر. وما كانش لازم اعمل من الناحيه دي ومن الناحيه دي، يعني تلاحظ مثلا اللي هنا الجنب ده انا ما اخترتش اللي فوق اصلا. فالحل بتاع الايدج ريليز هو الحل اللي صح، فاهم؟ فانا كده شرحت لكم الامرين. حل بتاع الايدج ريليز ده لسه نازل، يعني حاجه من الاضافات اللي اتضافت للبرنامج، حلو؟ اديني شرحت لك الطريقتين، ولو سمحت بس استاذنك ما تعملش كده خلاص، مالهاش لازمه، حاجه اللي لازمه ولا اللي لازمه. طيب هنوقف شرح لحد كده. احنا كده عملنا ايه بقى في الموديل بتاعنا؟ الموديل بتاعنا الحمد لله تمام كده، اللي قدرنا نعمله ان انا عملت موديل كامل، عرفت ازاي اهبط بلاطه الحمام
سواء في السوليد سلاب سواء في الفلات سلاب كل حاجه تمام. فكده ناخد بريك وبعدين نرجع لك ثانيه واحده.